بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله بنتكلم على اللي هي الريسايكل فيو، وقلنا الريسايكل فيو حاله خاصه من حالات اللي هي الليست فيو، تمام؟ وبنلجأ إلها لانه الليست فيو يا جماعه بتاخد حجم كبير في الرام، بمعنى انه لو انت اليوم عندك الداتا مكونه من 1000 ريكورد واستخدمت اللي هي الليست فيو، فعندك 1000 ايتم بده يكون ظاهر عندك في قلب الرام تاعت الجهاز، وهذا الكلام بنفعش. لذلك بدنا نلجأ للريسايكل فيو اللي هي بتوفر لنا الريسورس تبعت الجهاز، تمام؟ اللي احنا من خلالها ايش هو بنحاول قد ما نحط في داخل هذه الريسايكل فيو تاخدش ريسورس عندنا. كيف يعني؟ قلنا شبهنا الكلام هذا انه في عندنا مكان بيكون فاضي بنصير من خلاله هذا اللي انا الان 6 عناصر امامي، صح ولا لا؟ لما اخفي الاول بده يظهر السابع، صح ولا لا؟ فالان المكان الفاضي هذا بدي اقيم المحتوى اللي فيه واحط محتوى جديد، وبالتالي كل العمليه ريسايكل ايش بتصير؟ يعني اللي في الاول بصير في الاخير، واللي في الاخير يعني هيك حلقه بصير ريسايكل. ايش معنى ريسايكل؟ اعاده تدوير، صح ولا لا؟ تمام. وشرحنا الكلام هذا من ناحية نظرية المحاضرة الماضية. الآن عشان ما نضيعش الوقت بدنا نعمل الايش اللي الشغل العملي. أول شيء بلزمني عشان أشتغل الشغل هذا أروح أن يكون في عندي أكتيفيتي. باجي يعني بعد ما أفتح مشروع بقيم البات اللي شو اسمها التكس فيو هذه، وباجي هاي في عندي ريسايكل فيو، باجي بعمل دراج أند دروب إلها. هاي سحبناها وبعدي بعطيها ايش هنا يا شباب؟ نعطيها ايش؟ ريسايكل، نعطيها اي دي ريسايكل فيو مين نسميها ايش مش سميها مش مشكله، هاي سميناها. والان كمان طالما انه انت مستخدم كونسترينت لي اوت، فايش بتيجي لازم تعمل لها الكونسترينت هذول التربيط تبعها. اذا اول خطوه حطينا ريسايكل فيو وين عندنا على الشاشه. الخطوه الثانيه اني انا اروح ايش اعمل؟ بدي اروح اعمل الان ريسايكل فيو هذه امامك، ايش هو؟ مكونه من ايش؟ من عناصر، صح ولا لا؟ الان العنصر ابسط عنصر عندك حيكون فيه نص، صح ولا لا؟ احنا حنحط فيه صوره ونص، تمام؟ ما فيش عندنا زي الليست فيو كنا نروح نقول له سيمبل اذا بتتذكروا ايتم واحد، هنا فيش، لازم انت تحدد كل عنصر ايش بده يظهر فيه، تمام؟ فلازم اروح اصمم هذا العنصر. مش هي الليست فيو عبارة عن خلايا؟ الآن الخلية الواحدة إيش بده يكون فيها؟ نص وصورة، صح ولا لا؟ فبدي أصمم هذا الشكل. ليش؟ عشان عندي بدي أصير أستخدمه. طيب كيف بدي أصممه؟ بدي أروح على ريس على لي أوت، وبدي أجي هنا أعمل نيو لي أوت ريسورس فايل، تمام؟ الان هذا اللي اوت ريسورس فايل هاي نعملناه، بدي اسميه انا اللي هو كولوم ايتم، يعني العنصر او الرو ايتم او اللي بدك اياه ايتم، يعني ايش هذا الشكل اللي بده يكون امامي، تمام؟ هاي من هنا لي اوت باليمين، وبقول نيو على اللي اوت، بقول مش على وين انت هناك على اللي اوت، ايوه نيو. وين اللي اوت راح؟ نيو، ايوه لي اوت ريسورس، ثاني واحده من فوق، تمام؟ هاي باجي بسمي الاسم اللي بدي اياه، وباجي هالوقت العنصر هذا اللي بدك اياه ايش اللي اوت بده يكون؟ بدنا نحط صوره ونص، صح ولا لا؟ فبدي اخليه لينير، بديش اخليه كونسترينت، فبدي اكتب ايش هنا؟ لينير، شايفين هنا وين بدي اكتب لينير؟ لي اوت. هاي لينير، تمام؟ وبكتب ايش بقول؟ اوكي، هاي بيجيني التصميم تبعه، تمام؟ باجي بدي احط اول شيء صورة، هاي بمسحب صورة وبضيفها هان. هاي ضفنا صورة. الآن باجي على الصورة هذه وبحدد لها اللي بدي إياه، مثلا حطينا الصورة هذه،
تمام. وبعدين باجي باخذ التكست فيو وبسحب وبضيفه وين هان. طبعا اللينير هان حسب الاورينتيشن اللي انت بدك اياه. بدك تحط الصوره جنب النص، ايش بده يكون الاورينتيشن؟ فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ هوريزونتال صح ولا لا؟ خليه فيرتيكال هيك هاد وخلص زي ما هو، يعني تحت بعض. طيب خلصنا العنصر الاول هذا بنسكره، ايش بنعمل فيه؟ خلص خلصنا، حطينا صوره ونص، تمام. سكر هالوقت الصوره والنص. اذا الان عملنا ريسايكل وعملنا الان اللي هو العنصر، تمام. الان ايش بدنا نعمل؟ بدنا ايش؟ نروح نكتب الكود. فاول اشي بدنا نحدده، بدنا نروح نعمل كلاس خاصه في مين؟ في الداتا اللي بدها تظهر. مش احنا هنقولنا في الريسايكل بدك تظهر ايش عندك؟ هاي الريسايكل صح ولا لا؟ الان الايتم هذا العنصر صممناه ولا لا؟ ايش حطينا فيه توه؟ صوره ونص. هاي العنصر الواحد صوره وايش؟ ونص. الان البيانات من وين بنجيبه؟ بدنا نعمل كلاس هالوقت اللي تغذي هذه مين؟ الصوره والنص. طيب الكلاس هذا عباره عن ايش؟ شايف الكلاس صح ولا لا؟ طيب بنيجي هنا بنعرف كلاس جديده. هاي بتيجي على هذه، وهي ايش بتقول؟ نيو جافا ايش؟ كلاس جافا ايش؟ كلاس. هاي جافا كلاس. ايش الجافا كلاس هذه بدك اياها؟ ايش بدك تحط فيها يا شباب؟ بدك تحط اللي هو ايش اسم هالكلاس هذه، تمام؟ فاحنا بدنا نسميها عندنا احنا كات هالوقت، يعني بدنا نعرض صور قطط. انت ايش بدك تعرض؟ انت حر. فبدي اسميها ايش انا؟ كات، تمام؟ وهي انتر. الان الكلاس هذا ايش بده يكون فيها؟ بده تكون تمثل لي العنصر الواحد. ايش عندي انا في العنصر الواحد؟ ايمج ونص. اذا عندي حيكون ايش في عندك؟ صوره ونص. اذا لازم اعرف اول شيء متغير اسمه، بدي اعرفه برايفت عشان ما حدا يشوفه. وايش اسمه عندي هنا؟ نوعه انتجر. وايش اسمه؟ ايمج. هذا ايش؟ اول شيء اللي بيمثل الايمج. طيب وبدي برايفت كمان لعنصر الثاني اللي هو سترينج، نوعه لمين؟ لمين يا شباب؟ للنيم، تمام؟ اذا هاي هدول اتريبيوت تاعون الكلاس. واحنا بنعرف انه كل كلاس في الاوبجكت اورينتد لها 3 بارتس، الاتريبيوت اللي هم مين؟ الصفات، والكونستراكتور داله البناء، والست والجيت صح ولا لا؟ فهنا بنيجي نعملهم على السريع من خلال الايش؟ الجنريتور تبع الكود. باجي باليمين هان وبقول له جنريت، تمام؟ اول شيء باخذ ايش؟ كونستراكتور. هاي كونستراكتور، بقول لي بدك تعمل كونستراكتور لمين؟ بقول له للايمج ولمين؟ للسترينج. هاي يعمل لي الكونستراكتور. طيب ايش بدي كمان؟ ايه؟ شيفت. وباجي هنا بقول له كمان جنريت. ايش بدي؟ ستار وجيتار. هايهم ستار وجيتار. بقول لي لمين؟ بقول له برضه للاثنين. هاي اوكي، هاي خلص الكلاس اللي بتمثل لي. طب ليش هذه الكلاس؟ الان انت بده يكون في عندك 100,000 صوره و100,000 نص صح ولا لا؟ الان اللي انخفى امامك او اللي ظهر امامك مين اللي بده يقول له؟ ست وجيت. مين اللي بده يجيب منه ويقيف منه؟ الكلاس هذه، تمام؟ واضح؟ اذا هذه الكلاس بتمثل لي العناصر اللي بدي اياها. خلصت من الكلاس هذه ولا ما خلصناش؟ خلصنا. الان الخطوه اللي هي اهم خطوه عندي الان اللي بتيجي لو تسكر هذه، الادابتر. هو كل الشغل في الادابتر. هو كل شغلنا وين؟ في الادابتر. طب قلنا وظيفه الادابتر دائما احنا خدناها قاعده من بدايه الشغل عندنا هنا، انه عباره عن وسيط يربط بين الاكس ام ال والداتا صح ولا لا؟ الان احنا هنا في شغلنا في الادابتر بدك تفهم ايش هو الشغل في الادابتر، تمام؟ تعالوا نشوف ايش بدنا نعمل في الادابتر. اول اشي في الادابتر يا جماعه بدنا نروح، الان الادابتر هذا بده يستقبل منك مجموعه من البيانات اللي بدها تظهر وين؟ عليه صح ولا لا؟ على الريسايكل فيو صح ولا لا؟ اذا نتعامل مع هذول البيانات. طب كيف نتعامل مع هذول البيانات؟
شغله هي بالري صحيح، لكن بدنا الان نفصل شويه شويه. طيب نيجي برضو الادابتر، ما هو الا جافا كلاس، فباجي جافا كلاس ايش بدي اسميه عندي انا؟ بدي اسميه ريسايكل، ريسايكل ايش؟ ادابتر. تمام؟ واضح؟ هاي انتر، هيعمل لنا كلاس جديده للادابتر. تمام؟ الان الادابتر هذا يا جماعه لازم يورث من كلاس. هذه الكلاس اللي هي بتوفر لنا موضوع الـ يعني الـ الـ احنا ليش بنعمل ايه اصلا الوراثه في الاوبجكت اورينتد؟ مش عشان نستخدم اكواد معموله وخالصه قبل هيك؟ فلازم نيجي نعمل، لانه انت بنعملها اكستند لمين؟ اكستند هيو لكلاس اسمها اللي هي ريسايكل فيو، ريسايكل فيو. تمام؟ دوت ايش يا شباب بدنا نجيب؟ ايش اسمها؟ ادابتر. تمام؟ دوت ادابتر. ولاحظ الادابتر هذا جينيريك او بسموه بارامترايز. ايش يعني جينيريك او بارامترايز؟ يعني هنا بين القوسين بتحدد له نوع الداتا تايب اللي بدك تستغل فيها. هدول القوسين بعرفش اذا مرت عليك الجينيريك ولا لا. هدول القوسين يعني ايش؟ يعني انت بتحدد ايش نوع البيانات اللي بدك تتعامل معاها. احنا ما حددناش لا سترينج ولا شيء. تمام؟ طيب الان اذا بتتذكروا المحاضره الماضيه قلنا انه عشان تصير عمليه الريسايكل لازم يكون في مكان فارغ او بسميه الهولدر. تمام؟ بسموه ايش؟ الهولدر. لانه انت تصور الان سته امامك ظاهرين، تمام؟ وفي واحد مخفي. تمام؟ الان المخفي هذا لو سحبت لفوق بده يطلع مين؟ المخفي، صح ولا لا؟ طب البيانات هذه المخفيه وين بدها تكون محجوزه؟ في هولدر. تمام؟ في مكان. الان برمجيا انا كيف يعني بمثل الهولدر هذا؟ بمثله من خلال كلاس، كلاس داخليه. ايش اسمها؟ كلاس داخليه. تعالوا نشوف ايش الكلاس الداخليه. بس قبل من هنا ايش نقول؟ ايش بقول لك هنا للاحمر؟ طبعا قبل ما نعمل الابلمنت بدنا نعمل الكلاس الداخليه عشان ما يصيرش خربطه. تعالوا نشوف ايش اسمها الكلاس وليش بدنا نخليها داخليه. هالوقت نيجي نعرف كلاس. تمام؟ ايش اسمها الكلاس هذه يا شباب بدنا نسميها؟ اي اسم بدك اياه، بس عشان يكون لها معنى بدنا نسميها كات فيو هولدر. كات فيو ايش؟ هولدر. يعني المكان اللي بدها تصير ايش فيه هذه؟ هولدر. المكان اللي بده يتخزن فيه اللي انت يعني هالوقت هي عينكو في كرسي. الان بدنا نعمل تدوير، مش كل واحد من بس الكرسي بضل زي ما هو ولا لا؟ هو مكان زي مكان تحجزه. طب كيف بنمثله هذا برمجيا؟ من خلال كلاس. طيب الكلاس هذه بدها تورث، اول خلينا نحط لها قوسين عشان ما يتخربطش. بدها تورث الكلاس هذه، هي اسمها، بدها تورث ايضا من الاكستند. من مين؟ بدها تورث من ريسايكل فيو هولدر. فيو ايش؟ هولدر. هاي ريسايكل نقطة فيو ايش؟ هولدر. تمام؟ هيها. طب ممتاز. الآن هذه الكلاس اللي في داخل الفيو هولدر، إيش بده يكون في داخلها؟ مش إحنا بنقول مكان، إيش بدها تحجز؟ بده يكون في داخلها صورة ونص، صح ولا لا؟ مش بده يكون في داخلها ونص صورة ونص؟ لما تسحب لفوق بده يظهر الصورة والنص الجداد. طب من وين بدهم يجوا؟ من اللي في الهولدر، صح ولا لا؟ طيب، طيب اليوم هذول التنين من وين بدهم يجيبوهم؟ مش في عندنا عنصرين احنا على الشاشه؟ ايش اسمهم؟ اول واحد ايش نوعه؟ تكست ايش؟ فيو، صح ولا لا؟ وايش نسمي هذا؟ تكست فيو. تمام؟ هاي جبناه. وايش الثاني؟ الايمج فيو، صح ولا لا؟ الشغل كله في داخل الادابتر، شايفين؟ كل الشغل في داخل الادابتر. مكان تحجزه ويتعامل معاه. تمام؟ فالان هاي الايمج فيو هولدر. الان احنا ما دام هدول كلاس واتريبيوت، اذا ايش بيلزمنا؟
مباشرة لما يكون فيها اثنين، ايش بلزمنا؟ كونستراكتور لسه، مش بدنا كونستراكتور للكلاس هذه. اذا ايش بدنا نقول له هنا؟ روح انشئ ليش كونستراكتور. فبتيجي جنريت، وايش بتعمل؟ هاي كونستراكتور. كمان مره لايش الكلاس الداخليه هذه؟ عشان تعمل لي مين؟ المكان الفاضي اللي انا بدي احرك فيه. انت هالوقت تطلع معايا عندك 7 أو 8 كراسي، لكن الموجودين 6 أشخاص، وبدك تضلك تحول اللي قدامك لازم يكونوا 6. الان لو بدك تيجي ترفع واحد تعمل له شيفت، مين اللي حيتملى؟ مين اللي حيظهر؟ السابع، صح ولا لا؟ طب القيم هذه مين حيتعامل معاهم؟ بده يكون في عندك كلاس وهذه تشتغل معه. الان تركيبتها لاول مره انت بتشوفها شويه حتصير عندك شويه ايش؟ هيك، لكن بعد هيك بصير تستخدمها بشكل كبير جدا. طيب الان يا شباب، حددنا هيها، شايفينها ولا لا؟ طيب اذا نوع البيانات اللي بده تتعامل مع هذه الكلاس من نوع مين؟ هي النوع هذا، مش كل مره بده يظهر لنا من نوعه ولا لا؟ اذا وين ححط هذا؟ بين القوسين هذول، حقول له ريسايكل ادابتر، هيها ريسايكل ادابتر اللي هي اسم الكلاس، نقطة مين؟ هيا شايفينها؟ ايش اسمها؟ الكات هولدر اللي احنا عرفناها تحت، انه البيانات اللي بدك تتعامل انت معاها يا انت يا ادابتر، بدك تتعامل مع بيانات من نوع كلاس هولدر او هولدر، يعني بيانات زي هدول بدك تظهرهم كل مرة، تمام؟ طيب الان ضايل الاحمر ليش؟ لانه بقول لك هدول في دوال. الان انت ايش عرفني قديش في عندك بيانات؟ 3 4 100 200، انت قاعد بتقول سيلكت ستار فروم داتابيز، بدك تجيب، انت عارف الداتابيز قديش هتجيب لك؟ اذا لازم داله ترجع لي قديش عدد ايش يا براء؟ لازم قديش عدد العناصر الموجودين. فلازم اعمل امبلمنت لمجموعه من الدوال، لمجموعه من الدوال، كيف بدي اجيبهم؟ ولا في اسهل منها. شايفين ان هذه الهان ايش بقول لي؟ روح اعمل ابليمنت، بضغط هان، بقول لك بدك هدول الثلاثه، بقول له بدي اياهم، اللي هم الجيت ايتم اكاونت والاون بايند فيو هولدر والاون كرييت ايش هو فيو هولدر. بعمل هيك بضغط، هيو جاب لي اياهم الثلاثه وراح الاحمر من عندي. الان معظم الشغل حيكون في داخل هدول الثلاثه، بدنا نيجي نفهم لايش هدول الثلاثه، تمام؟ بس قبل ما نشتغل عليهم هدول بدنا نحدد نوع البيانات اللي بدهم يجوها، صح ولا لا؟ ايش نوع البيانات اللي بدها تيجي هنا يا تو انت بتقول اري، صح ولا لا؟ اذا متعامل مع مين هالوقت؟ مع اري. اسهل شيء انك تتعامل مع اري تستخدم الاري ليست، الاري ليست. فتيجي هنا فوق تعرف ايش عندك هنا اري، ايش هاي اري ليست، شايف بارامترايز برضو اللي ايش جينيريك، يعني شايف الاي هاي معناته الاي، يعني انت مش محدد ايش نوع هذه البيانات، سترينج انتجر. الان ايش بنستخدم؟ مش لا سترينج ولا انتجر، حنستخدم اوبجكت من نوع كات، صح ولا لا؟ فنيجي ناخذها ونقول له الان البين بارامترايز هان، حنقول له من نوع مين هنا؟ كات البين قوسين، يعني العنصر اللي بدك تتعامل معاه ايش نوعه؟ كات، تمام؟ ونسميها كات هذه، تمام؟ طالما انه ها كمان مره، طالما انه عندي متغير للكلاس ايش بلزمني؟ كونستراكتور. باجي هنا بروح اقول له جنريت لمين؟ للكونستراكتور. هي بقول لك بسيطة، بس ايش بحاجة منك الى ايش يا شباب؟ الى شوية تركيز. اذا هالوقت هيعملنا الكونستراكتور اللي بده يستقبل مني مين؟ البيانات 100 5 3. انا طيب الان طالما انك انت جبت البيانات هذه، بدك تروح تعرف قديش عددها. طب ايش بده يفيدني قديش عددها؟ عشان يجهز حاله لقديش بده يظهر عنده. طب وين يا حموده بده يكون هذا الكلام؟ في عندي داله ايش اسمها هان؟ جيت ايتم كاونت.
عد لي قديش في عندي عناصر. طب مين اللي بدي اعدهم؟ الكات هذه، صح ولا لا؟ كات دوت سايز، رجع لي قديش سايز في داخل هذه، يعني بمعنى انا قديش اجهز، لقديش اجهز؟ اجهز لستة، اجهز لخمسة، اجهز لمية، صح ولا لا؟ لذلك طب انا ماشي اجهز لمية، اذا انا بدي اعمل ريسايكل يكون عندي، اذا انا بديت من الصفر وعندي مية، حيكون عندي من صفر لستة مبينين، صح ولا لا؟ في اللفة الثانية ايش حيصير بظاهر عندي؟ من سبعة ل 12، اذا لفيت لفة كاملة كلها، لكن لو دعست نتفة حيصير في عندك ظاهر السابع من الواحد للسابع، صح ولا انتم متخيلين ولا لا؟ تخيل امامك اللي هو الواتس اب وانت قاعد بتسحب اسماء الاشخاص، الان لو سحبت بشكل سريع بيظهروا 10 10 ولا بيظهروش؟ هيك اسحب لفوق، صح ولا لا؟ طب لو سحبت شوية حيظهر اثنين، صح ولا لا؟ لذلك كان بدك تحدد قديش بده يظهر عندك او قديش البيانات اللي بده يظهروا عندك. طيب الان ضايلين نجهز بس الدالتين هذول اللي هم مين؟ الاون بايند والاون ايش؟ كرييت فيو. احنا قلنا طالما انا بقول كرييت فيو يعني انا بتعامل مع اكس ام ال فايل، صح ولا لا؟ مش انا تو صممته ولا ما صممتهوش العنصر؟ الان كيف بدي اقول له انت كل مره اظهر على الشاشه؟ بدي اروح اقول له اول شيء هنا يا شباب بدي اروح اعرف متغير من نوع فيو هان، شايفين؟ انت اول ما تشوف شغله فيها فيو هول في كرييت فيو يعني بدك تتعامل مع ايش؟ مع فيو. فانت هنا بدك تيجي تقول له فيو هاي في بيساوي ايش؟ الفي هذه بدها تساوي، بدنا نروح نقول له اعمل انفليت. ايش يعني انفليت؟ مش احنا الوقت هذا صممناه؟ ما صممناه هذا؟ ايش نوعه هذا تو انت اللي تو سالتيني؟ اكس ام ال. لما بدي احطه هنا ايش هذا العنصر بسموه؟ انفليت، او العمليه ايش بسميها؟ انفليت. طب كيف بدنا نعمل عمليه الانفليت هذه؟ هي سهله بسيطه جدا، مش هي عرفت فيو؟ بقول له لي اوت، هايو لي اوت، لي اوت انفليتور. من وين بدك تجيب؟ فروم، هاي فروم. من وين يا جماعة بدنا نجيب فروم؟ هايو بعت لك الابو، هايو البيرنت، بدك تقول له البيرنت يعني وين بده يصير عملية الانفليت. مين الابو هنا احنا عندنا؟ هي نفسها الريسايكل، صح ولا لا؟ مش الابو الريسايكل؟ طيب وبعد ذلك ايش بدك تعمل؟ بدك تقول له البيرنت دوت جيت كونتكست. الان حنيجي نفهم ايش هي هذا الكلام. جيت ايش؟ كونتكست دوت انفليت. وايش بدك تحط هنا في الانفليت؟ الوقت حنيجي نشرح لكم ايش هذا الكلام، ايش الانفليت وايش من ايش انفليت. الار نقطة، وين احنا عندنا هذا الكولوم ايتم؟ وين موجود؟ تحت مجلد مين؟ اللي اوت، صح ولا لا؟ فباجي بقول له ار ايش هنا؟ لي اوت نقطة مين؟ ايش اسمه سميناه؟ هيو كول ايتم. طيب الانفليت هذه كمان بتاخد عنصرين، العنصر الاول قيمته نل اول شيء والثانية فولس. لايش هدول؟ بدناش نقول لايش هالوقت، هدول لهم شغل في شغلات تانية، خلينا نركز في شغلنا نفهم لايش الانفليت. اطلع معي لايش السطر هذا. الان مش انت صممت العنصر الواحد ولا لا؟ نوع اكس ام ال ولا لا؟ الان كيف بدك تظهره في داخل الريسايكل؟ بدك تستخدم انفليت، وهذا قلنا الكلام قبل هيك لما استخدمنا الليست فيو، كاستم ليست فيو اذا بتتذكروا، تمام؟ طيب بعد ما عملت انفليت ايش بدك تسوي هالوقت؟ مين يقول معانا؟ الانفليت هذا مش بدك تبعته للكلاس اللي تو احنا قلنا له في قلبها صوره ونص ولا لا؟ صح ولا لا؟ عشان يظهرهم فيها. اذا ايش بدي اروح انا؟ بدي اعرف اوبجكت لهذه الكلاس. طب ايش اسمها الكلاس؟ كات، هيها كات هولدر، بدي اعرف متغير اسمه كات هولدر بيساوي نيو ايش؟ كات ايش هنا؟ كات هولدر.
وايش بتاخذ من نوع ايش هنا؟ من نوع فيو. الان الغلطه الوحيده اللي غلطناها هنا خليناه ياخذ الكونستراكتور لمين؟ للقيمتين. لا احنا بدناش الكونستراكتور للقيمتين، هذا حنمحاها ونقول له هنا روح اعمل لنا كرييت كونستراكتور. شايفين الشغل اللي عملناه؟ رحنا محينا الكونستراكتور وخليناه ياخذ قيمه من نوع فيو مش من نوع القيمتين هذول، تمام؟ ليش؟ لانه هذول حييجوا هالوقت حنشوف ايش نكتب فيهم التنتين. واضح؟ طيب تفضلي. الان هنا حنيجي هي رجعنا له الفيو، الان حنرجع الاوبجكت لمين؟ بدل ما نرجع النال حنرجع مين؟ الفيو هذا اللي هو الاوبجكت اللي احنا عملناه، تمام؟ عندنا بنعمل سمرايزيشن لكل الشغل اللي احنا عملناه، تمام؟ طيب الان في الاون فيو، في الاون كرييت فيو عملنا انفليت. طيب في الاون بايند ايش بدنا نعمل في الاون بايند؟ مين يقول معانا؟ الان الاون بايند بدك تقول له يا روح يا كلاس اللي تو قلنا لك ست تو جيت، سير جيب لنا اياه اول ايمج حطيها وحط النص الاول. ايش معنات بايند؟ بايند يعني اربط، ربط الصوره الاولى في العنصر الاول، النص الثاني في العنصر الثاني. تفاصيلها شويه كثيره، لكن عشان تعمل برفورمانس عاليه وتريح الرام لازم تشتغل الشغل هذا، تمام؟ طيب ايش بدك تروح تعمل في هذا الكلام في الاون بايند؟ اول شيء بدك تروح تعرف اوبجكت من نوع كات وتقول له هذا الكات ايش بيساوي؟ كات دوت ايش في عندنا؟ جيت. ايش الجيت هذا بتجيب؟ بتجيت البوزيشن. ايش البوزيشن هذا والكات؟ ايش القصه هذه؟ تعال نشوف ايش الكات والبوزيشن. الان انت العنصر الواحد في الريسايكل مش له اول شيء كل واحد بوزيشن، كيف بدك تقول له الصوره الاولى والنص الاول حطه في رقم واحد والثاني؟ اذا لازم تجيب ايش؟ البوزيشن. طب البوزيشن على ايش بده يكون يا معلم؟ على مكان من نوع كات، صح ولا لا؟ مش على مكان من نوع كات ولا لا؟ طيب الان البوزيشن هذا ايش حياخد؟ هيقول له ما هي ايش بعت له؟ انا طلع ايش بعت له؟ بعت له الهولدر. فهيقول له هولدر هولدر دوت مين الهولدر فيه؟ شايفين ايش حطينا احنا في الهولدر؟ مش حطينا الايمج والتكست؟ الان حتقول له الايمج ايش حيساوي؟ دوت ايش هو؟ مش بدك تحط صوره؟ ايش اسمها؟ ست هيها سمت ست ايمج ايش ريسورس هيا، يعني مصدر الصوره. طب مصدر الصوره من وين بده يجيبها؟ بده تروح تقول له خلي الكلاس هي اللي تجيبها، صح ولا لا؟ ايش بده يجيبها؟ ايش بده؟ ايش نوع هاي الكلاس؟ ما سي، هتقول له سي دوت ايش؟ جيت هيها جيت ايمج، صح ولا لا؟ طيب وهتعمل لمين كمان؟ هولدر للتكست. هتقول له تكست فيو دوت ايش ست تكست، من وين حيجيبه؟ سي نقطة مين؟ جيت ايش؟ جيت نيم، احنا حطينا نيم، صح ولا لا؟ هاي جيت النيم، اذا حيجيب النيم وحيجيب الايمج. هيك احنا بنكون جهزنا. طب نعمل هيك سمرايز على السريع عشان تفهم، بس قبل ما يعني نطلع من هنا او قبل ما نرجع للسمرايز خلينا نروح نعمل بيانات. احنا هالوقت في بيانات عندنا هان ولا لا؟ فيش عندنا بيانات، لازم يكون في عندنا بيانات، اقل القليل يكون في عندنا مجموعه صور، صح ولا لا؟ وين الصور بدنا نحطهم هنا يا شباب؟ وين بنحط الصور احنا؟ ايه؟ وين بنحط الصور احنا؟ لا هنا في الفولدر، وين بنحط الصور؟ الفولدر ايش اللي بنحط فيه؟ مش الدروابل يا شباب، مالكم زي نسيتوا الدروابل، بنحط في الدروابل، بنحط في الدروابل. بدي اروح اجيب شويه صور، انا في عندي صور، هاي هدول الصور. ونيجي هنا يا شباب نروح على اللي هو هنا، ونيجي على الدروابل
ونيجي ايش نعمل هنا؟ بيست تمام، ويقول لك هنا موجودين، قول له اه اوكي بدنا اياهم هنا، هي جاب لك اياهم ريفاكتور كلهم موجودين عندك تمام، هاي الصور صاروا موجودين عندك. الان بدي اروح ايش اعمل هنا؟ بدي ارجع للمين اكتيفيتي تمام، للمين اكتيفيتي. فاول اشي عشان اتعامل مع الريسايكل فيو ايش لازم اعمل؟ بدي اروح اول اعرف متغير من نوع مين؟ ريسايكل فيو، فممكن اعرفها فوق هنا تمام، هاي ريسايكل فيو، هاي ريسايكل، هاي ريسايكل فيو ار في تمام. وبعدين هنا بدي اقول له ار في تمام بيساوي فايند فيو باي ايش؟ باي اي دي، وايش اسمه؟ ار نقطه اللي هو اي دي، وايش اسمها؟ ريسايكل، او ايش سميناها احنا هيها؟ المين تمام. طيب الان بدي اخليه يعرض بيانات، كيف بدي اخليه يعرض بيانات؟ بدي اروح اعرف له اري ليست، هاي اري ايش؟ ليست. الاري ليست قلنا هذه ايش البيانات اللي تكون في داخلها؟ يا شباب تكون في داخلها من نوع كات، صح ولا لا؟ طيب اذا وبدنا نيجي نقول له كاتس، هاي كاتس نعرفها بتساوي نيو ايش؟ ايش نيو ايش يا شباب؟ نيو اري ليست، هاي اري ليست تمام. فهي عرفنا الاري ليست. طيب الان كيف بدنا نضيف بيانات على الاري ليست هذا؟ اذا بتتذكروا في الاوبجكت اورينتد نقول كاتس تمام دوت ايش؟ اد، صح ولا لا؟ فهاي بدي اضيف اد، ايش بدك تضيف في داخلها؟ بدك تقول له نيو، اعمل من نوع اوبجكت من نوع كات، كات. الان ايش بدك في داخلها هذه الكاتس تودي لها؟ عنصرين صح ولا لا؟ مين العنصر الاول؟ اللي هو الصوره، والعنصر الثاني مين؟ الاسم. طب والصوره وين موجوده؟ ار لدراوبل صح ولا لا؟ ايش اسمها الصوره الاولى؟ بيكشر، هاي بيكس واحد تمام، والنص فاصله مين؟ نقول بيكشر واحد تمام. وهي هيك هاي اول بيان وديناه. الان ليش هنعترض على هذا الدراوبل بيكشر واحد؟ القوس هن مشان القوس، القوس طيب القوس برا تمام. الان بدي اجي انسخ هذول، هي كلهم بدي انسخهم مره واحده، انسخ هذول واعيد لمين؟ للصور التانيين، هاي الصور، الصوره الاولى هذه، وهي الصوره الثالثه، صور ثلاث صور، هاي الصوره الثانيه، وهي الصوره ايش؟ الثالثه، وهي هنا بدي اقول صوره اثنين، وهن صوره كم؟ ثلاثه. طيب حددنا البيانات، هالوقت لازم ايش كمان اروح اعمل؟ نجيب الادابتر صح ولا لا؟ كل هالشغل كيف الادابتر بده يشتغل؟ فبدي اروح اعمل متغير من نوع مين؟ الادابتر. ايش اسمه الادابتر اللي عندنا؟ ريسايكل هايو ادابتر، بدي اقول له اعمل منه متغير اسمه السايكل ادابتر بيساوي نيو ريسايكل ادابتر. وايش بدي اودي له هذا يا شباب؟ ايش بدنا نسوي؟ ايش بدنا نعطيه؟ بدنا نعطيه اللي هو الكات صح ولا لا؟ مش نعطيه الكات ريسايكل، ايش هو هذا الشيء ريسايكل، ريسايكل يعني البيانات ايش بدها تكون؟ كات. ايش يعني كات؟ يعني الصوره كل البيانات بدي اوديها. طيب الان في عندي شغله يا شباب، بدي اعرف مانجر كمان. ليش المانجر هذا؟ الان بقول لك ليش المانجر. الان ريسايكل فيو ماشي، بس هالوقت حنشوف ليش الريسايكل فيو، حنقول له ريسايكل فيو دوت لي اوت مانجر. بكره حتشوف ليش هذه قيمتها اللي اوت من المانجر، حفرجيك ليش. بس نيجي ناخذ اللي هو في ايش تستخدم هالوقت، خلينا بس نكتب
احنا كيف نستخدمها. بعدين المره الجايه بفرجيك او نشرح الكود بشكل اكثر من هيك، تمام؟ فهي مش لينير لي اوت، لينير مانجر. طبعا لازم اقول هنا نيو، تمام. طيب حاول الان. ليش المانجر هذا يا شباب؟ الان الريسايكل فيو هذه بتعطيك طرق مختلفة لعملية السوابنج، يعني ممكن تطلع لينير، ممكن تطلع جريد، يعني تحط الاشكال جنب بعض، مش العناصر بس تحت بعض، ممكن تحطهم جنب بعض، تمام. فاحنا ايش هالوقت الريسايكل بدنا يكون تحت بعض، تمام. الان ايش ضايل علينا؟ ضايل علينا شغلتين بس على السريع هيك، عشان اول شيء بدنا نحدد المانجر لا الريسايكل فيو هذه تاعتنا، مين هو المانجر؟ دوت سيت لاوت مانجر. سيت لاوت ايش؟ مانجر. مين هو المانجر تبعنا؟ هينا اللي عرفناه فوق، اللي ايش اسمه؟ هايو ال ام، ال ام. طيب وايش كمان بدنا؟ وبدنا نقول له كمان هذا مين الادابتر تبعك؟ تقول له سيت ادابتر، هاي سيت ادابتر. مين الادابتر تبعنا؟ هاي الريسايكل فيو اللي احنا عملناه، تمام. هيك بنكون احنا انهينا الكود اللي احنا طالبينه منا في موضوع الريسايكل فيو. الان بس بدنا ننفذ على السريع نشوف النتيجه، بحيث انه تشوفوا احنا ايش عملنا في هذا المثال.